لماذا رفضت الحكومة السعودية في آخر لحظة السماح لأول طائرة إسرائيلية بعبور مجالها الجوي نحو دبي في الإمارات؟ وما الذي جعلها بعد ساعات من ذلك الرفض أن تسمح بمرورها؟ هذا هو السؤال الجوهري حول الغموض الذي ساد أمس بهذا الشأن. كان الإسرائيليون جاهزين للرحلة إلى غاية يوم الأحد مساء، لكن لم تحصل شركة سارا إير الخاصة على إذن التحليق عبر الأجواء السعودية. لم يعرف السبب، لكن تدخلا من جانب البيت الأبيض على ما يبدو، وبالتحديد من مستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر الذي تحدث مع ولي العهد محمد بن سلمان، جعل الرياض تغير من موقفها وتوافق على استخدام الأجواء السعودية للعبور إلى الإمارات. لم يصدر أي بيان رسمي من السعودية بهذا الشأن، لكن مصادر إسرائيلية وأمريكية قالت أن السلطات السعودية ردت التأخير في إصدار الأذونات إلى مشكلة تقنية تتعلق بالقنوات الصحيحة لتقديم الطلبات. بعد هذا الغموض انطلقت بالفعل أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى مطار دبي صباح اليوم. طبعا هي رحلة تاريخية من حيث أنها أول شركة إسرائيلية تسيرها إلى الإمارات وتحمل سياحا إسرائيليين إلى هذا البلد. يعد ذلك إنجازا بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا للإدارة الأمريكية. الرحلة تاريخية ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضا من الناحية التجارية. فالرحلة بين تل أبيب والإمارات لا تستغرق الآن أكثر من ساعتين، ذلك عبر التحليق بخط مستقيم، بينما عدم استخدام المجال الجوي السعودي يجعل أي رحلة بين البلدين تستغرق أكثر من 7 ساعات، لأنها تضطر للتوجه جنوبا فوق البحر الأحمر. كانت أول رحلة من إسرائيل إلى الإمارات قد عبرت بالفعل الأجواء السعودية، ونقلت حينها وفدا إسرائيليا وأمريكيا بعد التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات. كان ذلك في آخر شهر أغسطس آب الماضي، منذ تطبيع العلاقات مؤخرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين طبعا، حين سمحت السعودية حينها بعبور طائرة أقلعت في رحلة مباشرة من إسرائيل عبر أجوائها. في عالم التغريدات كانت هناك تعليقات على انطلاق أو رحلة تلك الطائرة. هنا سلطان العامر يكتب: هناك فوضى في الأخبار حول سماح السعودية بمرور أول رحلة تجارية إسرائيلية عبر أجوائها. في البداية قيل إنهم سمحوا، ثم قيل إنهم رفضوا، ثم قيل أن كوشنر تدخل. هذه الأخبار نأخذها من صحفيين إسرائيليين وأمريكيين، أما الإعلام السعودي فهو ماخذ وضعية لا أرى لا أسمع لا أتكلم. أما هنا راشد يكتب: راشد، السعودية واضحة بقراراتها، لا تخفي شيئا، وهي سمحت للجميع بالمرور من وإلى الإمارات نظرا لطلب الأشقاء في الإمارات. إذا كان هذا تسمونه تطبيعا، وينكم عن التطبيع القطري والتركي والعلاقات التجارية بينهم؟ خالد الجوال: من السعودية نقول لا هلا ولا مرحبا. كيان يمارس يمارس الإرهاب كما يقول في تدوينته خالد الجوال، والتهجير بأبشع أنواعه، ولم يكن لهم وجود قبل 70 عاما، تجمعهم الأسقاء على الأرض واحتلوا أرضا ومنازل لغيرهم. أما هنا أبو حسام فيكتب: أبو حسام، الأجواء اعتبروها خاصة بكم، ما في فرق بين المملكة وإسرائيل، عقبال المحبة وتوقيع الاتفاق ونخلص. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.